شوف أخي الكريم، اقتحم علينا الجيش من عدة محاور، محور من هون ومن هون ومن هون، وأخذوا هاي الأبنية تقريبا أقل من 10 دقائق، وفاتوا لهون لتم هذا الجامع، والفضل لرب العالمين والمجاهدين، فاتوا حرروها وقتلوا كل من فيها واغتنموها، وتراجع الأمن يعني لهون. هاي كلها ضلت فاضية، وظلوا يمشطوا علينا بالدبابات ومدفع ألغام. طبعا هاي مدفع الألغام متعلمينها من الشباب شاتنا، والطيارة رايحة جاية عم تضرب، رايحة جاية عم تضرب، مشطت الأراني هاي كلياتها الطرق الأمداد تبعنا. والفضل لرب العالمين إنه حسنوا الشباب ينزلوا الطيارة بفضل الله عز وجل، ورجعوا النقط وغلموا منه، ومثل ما وعدنا يا بشار الأسد كل مرة هيك بإذن الله.